مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. ننطلق في هلا لهذه الليلة. نتحدث فيها عن هيئة مكافحة الفساد تطارد الجهات الحكومية بلا جدوى من جديد، يعني تصريحات ونفي من جهة أخرى، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت إذا جاز التعبير. أيضا نتحدث اليوم عن الدراما في رمضان، نقيم أو نحاول أن نقيم، نشوف الأعمال اللي لقت رواج، الأعمال اللي ما نجحت، الأعمال التي كانت مميزة ولكن لم يخدمها الحظ. كل ذلك في يا هلا لهذه الليلة. أبرز ما كان في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم في الصحافة السعودية، نتابع سويا. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى جدة قادما من مكة المكرمة، وكان في استقباله لدى وصوله الأمير نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، والأمير فهد بن تركي بن عبد الله، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين. رفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين على نجاح الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين. احتفل 200 يتيم ويتيمة تابعين لفرع جمعية البر بالصالحية في الهفوف بالعيد، وذلك مساء أمس الأول بمجمع أسواق المزرعة، حيث نظم قسم العلاقات العامة في الجمعية الحفل الذي شارك فيه الأيتام، كما قدم مدير المركز تركي التركي الهدايا القيمة للأيتام، ونوه بأن المركز قام بتوزيع زكاة الفطر وكسوة العيد على المستفيدين من الجمعية الذين يتجاوز عددهم 1000 مستفيد. أوضحت رئيسة اللجنة النسائية لفعاليات عيد الرياض في مركز الملك عبد العزيز جواهر عبد الرحمن أدهيم أن هناك مسرحيات وعروضاً للفرق الشعبية والتراثية والوطنية، إضافة إلى الشعر، حيث تبدأ من 5 عصراً وحتى 11:30 قبيل منتصف الليل لثلاثة أيام. وأشارت إلى أن هناك مشاركات عربية وجمعيات خيرية ومركز التأهيل وهدايا للأطفال العيدية. تنطلق مساء اليوم في ساحات منطقة قصر الحكم فعاليات الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتضمن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة إقامة العرضة السعودية التي تقدمها فرقة الدرعية على مدى الأيام 3 من العيد. شوف أيضا أبرز المقالات الصحفية أكثرها قراءة أكثرها تعليقا، أيضا المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا، نتابع سويا. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب علي سعد الموسى بعنوان ومن الناس من أغرب من خيال. يقول الكاتب: لا يملك هذا الصابر المؤمن من رحلة الحياة إلا ما كان من هبة الله عز وجل من العقل ومن نعمة الصبر والاحتساب عند المصيبة، لا يملك إلا ما كان من الولد وهو يرعى الأكبر إلى الأصغر،
مؤمناً أنهم رحلة التغيير إلى قادم مختلف. وبعيد صلاة التراويح لتاسع شهرنا الكريم المنصرم، كان يستقبل ذلك الخبر الصاعقة، قصة أطفال ومراهقين من ذات الأسرة الواحدة تودي بحياة الابن الأكبر الذي لم يكمل الدراسة الثانوية بعد. نقاش بسيط يتحول إلى طعنة قاتلة. شابان كما يقول محضر التحقيق كانا يتمازحان بعد صلاة المغرب، ثم يقتل أحدهما الآخر بعد صلاة التراويح. شاب يقتل ابن خاله المباشر ليضع الأب بين براثن أصعب قرار في الحياة. وكم هم الذين يثبتون أمام غوائل هذه الحياة ثم يواجهونها بقرار من النادر أن يتخذه فرد من هذه البشرية. في الطريق إلى المستشفى تأتيه الأنباء من مرافقيه بالتقسيط، تسريب لأخبار ما بين الطمأنة وبين جمل أخرى تحاول وصف الواقع المرير حتى انتهى التقسيط وهو يستمع إلى الجملة الأخيرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويختم في قصة هذا الإنسان الكبير الشهم ما يكفي لكل الذين تقطعت بهم أطماع أنفسهم وراء كل زائف منقول، ذاهب منتهي من أكاذيب المال أو حب الشهوات والمال. به عبرة لمن قطعوا أرحامهم وأهلهم ومعارفهم من أجل تراب ينتهي للتراب. هو كما عرفته فقير معدم لا يملك حتى اليوم ولا مقرا واحدا في هذه الأرض، ولكنه اشترى ثواب الله في بضع دقائق حين جاءت فضائل الآخرة صدفة إليه. انتبهوا له. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان: من سيقرأ لي اليوم؟ لا أدري لمن أكتب اليوم، فالقارئ في يوم العيد المثقل بالواجبات الاجتماعية والمناسبات الاحتفالية والنشاطات الترفيهية ومغالبة نعاسه يكون غالبا مشغولا عن القراءة، كما أن لا شيء يبدو سيفوته إن توقف عن القراءة ليوم واحد، فكل ما كان يقرأ عنه قبل العيد سيعود ليقرأ عنه بعد العيد، فمشاكلنا هي هي، لا تتغير ولا تتبدل: البطالة، السكن، الغلاء، الفقر، التعليم، الصحة، الخدمات إلى آخره. اللافت في بعض مشاكلنا أن المسؤولين عنها يؤجزون في الأعياد، لكن مشاكلهم تبقى في كامل حضورها، وكأنها طالب غريب الأطوار أو موظف عديم الفائدة لا يتأخر أو يغيب عن الحضور أبداً. هذا عن المشاكل اليومية في مجتمعه، فماذا عن الأحداث السياسية؟ أيضاً لا شيء يتغير عليه، فموانئ تصدير الممانعة على الضفة الأخرى للخليج مستمرة في تصدير بضاعتها، ونظام الصمود والتصدي مستمر في مواجهة المؤامرة الصهيونية بعد أن اكتشف في ليلة ظلماء أنها نجحت في تجنيد الشعب السوري، وصار من واجبه المقدس أن يصفيه. وحزب المقاومة الإلهي المقدس مستمر في بيع شعاراته في أكشاك السذاجة بنكهة القهوة الطازجة، بينما دكاكين الشعارات التي فتحت أبوابها منذ 60 عاماً فإنها لا تغلق أبداً، لا في الأعياد ولا في المآتم. التعليق الأبرز جاء من القارئ عيدو الذي أرسل: قرأت لك في العيد وكل عام وانت بخير والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بخير. مقال من اختيار يهلا من صحيفة المدينة للكاتب إبراهيم علي نسيب بعنوان: ومن العايدين ومن الفايزين. يقول الكاتب: العيد يا قارئ العزيز هو أن تعيش الفرح الحقيقي بكل تفاصيله وبكل بهجته وبكل صوره وأشكاله، تعيشه حبا في كل أنحاء جسدك وتعانقه عطرا وورودا وسعادة، تستقبله وأنت ترقص بحب وتودعه وأنت حزين لفراقه. العيد هو أن تصافحه كما تصافح أغنية من أغاني العيد التليدة، وفي ذهن كل منا أغنية عيد خاصة به له فيها ذكريات جميلة. فمثلاً أنا أحب أن أغني لفنان العرب محمد عبده أغنيته العذبة، وأظل هكذا أطير بها في ذهول وأرسم فوق صفحتها كل حياتي من بدايتها حتى اللحظة إلى أن أصل لأم كلثوم، فأغني معها أغنيتها الخالدة
ولأن للعيد في حياتنا حكايات نحملها بين أضلاعنا وصورا تحتل مساحة أكبر من أن تموت في خضم هذا الحاضر الذي لم يعد يأبه أبدا أو حتى يكترث لا بالعيد ولا بعادات الأمس والتي كانت هي أروع ما في العيد، ليصبح العيد اليوم وباختصار رسالة SMS هي عبارة عن تهنئة قيمتها نصف ريال لا أكثر، وبهكذا ينتهي العيد ولا حول لنا سوى أن نقبل أن نعيش الحياة كما هي وننسى بعد ذلك عاداتنا وكل أشيائنا الثمينة. ويختم الكاتب خاتمة الهمزة: كانت الأعياد في الأمس تعني لنا الكثير، حيث كانت الحب والمودة والإحسان والتصالح والعناق والرحمة، وكانت البساطة، وكان عطرها الإحساس بالآخر، وكان الحب الصادق حلوها وتمرها. فهل أسمي ما نحن فيه اليوم عيداً؟ وهو المسكون بالجفوة والإعراض، وهي الحقيقة. كما هي خاتمة التأمل أن يكون عيدكم جميلاً ومختلفاً عن كل ما تقدم، ودمتم. ناخذ فقرتنا الدائمة اللي هي استحدثناها في قبل يمكن 3 أشهر، اليوتيوب الأعلى مشاهدة في السعودية، الهاشتاج يعني أيضا الأعلى المغردين ومغردات السعوديات، إضافة إلى الكريكاتير الذي اخترناه لكم من أحدى الصحف السعودية نتابع سويا. 120 رحلة للمعتمرين يوميا مجدولة للمغادرة. 18,000 حافظة زمزم في استقبال المعيدين. 85 وظيفة تعليمية إضافية متوفرة بالمملكة. 150,000 سكن مؤمن لأسرة في العاصمة المقدسة. 150 لوحة إرشادية تضيء ميادين وساحات أبها. 37 فعالية في 8 مواقع تستقطب 500,000 مواطن. طبعا في رمضان في مناسبات كثيرة حقيقة عملتها روتانا سواء في الرياض أو في دبي أو في أماكن أخرى، ولكن خلونا نتابع هذا التقرير للسحور روتانا في دبي اللي جمع الحقيقة كوكبة من الفنانين الفنانات والإعلاميين والإعلاميات، نتابع سويا. في شهر رمضان المبارك أقامت شركة روتانا حفل سحور في دبي جمعت فيه نخبة من نجومها بأجواء عائلية سادها الفرح والألفة. لا شك نحن تعودنا أن كل رمضان نعمل جمعات سواء على الفطور أو السحور. هذه السنة طبعا قررنا نعمل الجمعة هذه في دبي، وغررنا كمان يكون على السحور لأن يمكن وقت الفطور شوية ما يكون مناسب لأغلب الناس. فالحمد لله يعني مثل ما انت شايف يعني ما شاء الله كم كبير من حبايبنا الفنانين. حضر في هذا الحفل عدد من نجوم الشركة إلى جانب عدد من مدرائها ومدراء أعمال الفنانين ومجموعة من أهل الإعلام. لا شك إنه يعني هالنوعية من التجمع الجميل اللي في ناس ما شفتهم صار لي فترة، يعني تقريبا من 5 سنين ما شفت أو 4 سنين ما شفت علي محمد، فاليوم فرحة. كذلك عبد الله بالخير ما شفته صار لي يمكن 5 أو 4 سنين ما شفته. فالتجمع هذا نشكر سالم الهندي اللي فعلا راعي هذا المواضيع وراعي هذه المواقف في مثل هذه التجمعات، وخاصة في أجواء رمضانية بتكون جميلة جدا. النقطة الأهم في هذا التجمع مثل ما قلت اللمة، ونحن نسلم على الناس اللي ما شفناهم، ناخذ علومهم ونتسحر مع بعض. روتانا عودتنا سنويا أن تعمل لنا حفل تجمع الفنانين في كلهم، ونتشاوف ونتعارف ونسلم على بعض ونهني بعض ونصور مع بعض، فهي عادة روتانا، احنا سعداء بهذا الشيء. أنا سعيد بأني أشوف زملائي. أكيد
أكيد فرحة كبيرة، لأنه إحنا نقعد نشتغل فترة طويلة طول السنة قاعدين نشتغل ونحضر عشان في النهاية يعني نجني ثمرة تعبنا ونتقابل مع بعض ونشوف الأصداء، خاصة لما يكون عندك ناس كثير يحبونك، فأنت تقعد تشوفهم، تشوف ردود فعلهم، شوف إيش كثر هم متابعينك ولا منشغلين عنك، فهذه أشياء كثير حلوة أنا كثير أنبسط واستأنس فيها. شكرا على هالجمعة الحلوة، جمعة الفنانين والشعراء والملحنين والإعلاميين، إن شاء الله يا رب تتكرر كل سنة وكل عام. كثير مبسوطة وحسيت حالي فعلا بين أهلي وأحبابي، وإن شاء الله يكون في زيارات مكررة إن شاء الله. نعتذر عن أي خطأ تقني يصير أو أي تأخير. و إيش اللي جاهز عندكم الآن؟ يلا اللي جاهز عندكم حطوه على هواكم عشان نفاجئ المشاهد. يلا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الشرق بريشة الفنان أيمن الغامدي، الذي يصور لنا بطريقته الهزلية المراحل التي تمر بها سفرة رمضان. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً في السعودية لليوم هاشتاج عيد الفطر وهاشتاج في كل عائلة الآن، حيث تبادل الجميع تغريدات التهاني والتبريكات والأدعية بالعيد، والذي يحدث الآن في كل بيت وكل عائلة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. من مقاطع اليوتيوب الأكثر مشاهدة في السعودية لليوم لصوص يسرقون سيارة فارهة من أمام منزل مالكها. قام لصوص بسرقة سيارة فارهة من أمام منزل مالكها في حي الملك فهد شمال الرياض. تواصل الجهات الأمنية في منطقة الرياض عمليات البحث والتحري عنهم، وتم التقاط مقطع فيديو لهم أثناء وقوع الجريمة، حيث يظهر المقطع نزول شخص من سيارة من طراز تاهو ومحاولته فتح أبواب السيارة قبل أن يستدعي رفيقه لمساعدته، وفي ظرف 4 دقائق تمكنا من تشغيل السيارة والهرب بها. من مقاطع اليوتيوب الأكثر مشاهدة لليوم أيضاً استعراض عسكري للواء شهداء عندان. نتابع أيضا سوالفنا الفنية لهذه الليلة. استضافت
الجامعة الأمريكية في القاهرة أسرة فيلم الشتاء اللي فات على مسرحها الخاص في مؤتمر صحفي ناقشت فيه أسرة العمل الفكرة العامة للفيلم بحضور مخرجه إبراهيم البطوط وبطل الفيلم عمرو واكد. فيلم بيحكي عن ثلاث شخصيات، شخصية اسمها عمرو ده مهندس كمبيوتر ومبرمج، وشخصية اسمها فرح دي مذيعة في التلفزيون المصري، وشخصية اسمها صلاح ده ضابط مباحث أمن الدولة. صلاح بيخطف عمرو في 2009 وبيبهدله خالص. عمرو بيكتشف ان صلاح بيشغل برضو بعض احيان خطيبته اللي اسمها فرح. بيخرج من السجن بيكتشف ان امه ماتت، الواد بيتدمر خالص تماما. وبنشوف بقى العلاقات اللي هي ما بين الثلاث شخصيات دول في 2009 وخلال 2011 خلال 18 يوم بتوع ابتداء الثورة. فكرة الفيلم جاءت من تجربة حقيقية من قلب الميدان قبل ثورة 25 من يناير. الفيلم بيحكي حكاية ثلاث أشخاص وقت الثورة، لكن ما بيحكيش عن الثورة، بيشوف البني آدمين دول حصل لهم تغيير إيه وقت الثورة، وليه اشتركوا وليه ما اشتركوش، وإيه اللي خلاهم يحسوا الأحاسيس دي. أنا مش معني خالص بالتفاصيل السياسية، أنا معني أكثر بالتفاصيل الإنسانية. يذكر أن فيلم الشتاء اللي فات قد ترشح لمهرجان فينيسيا الدولي. وقف عندك متحركش. انتهت الفنانة نانسي عجرم من تصوير فيديو كليب جديد تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان بتعاون سابع بينهما. أنا ليلى متعودة عليها وهي شاطرة، وصرنا كتير أنا وياها، يعني صارت تعرف يمكن أنا شو بيلبق لي وأي ستيل تعطيني. الكليب خاص بالأطفال ويضم ثلاث أغنيات من ألبوم نانسي الجديد الخاص بالأطفال، وهي يا بنات، سطوحي، وبقوسي. أخذين تقريباً ثلاث دقائق من يا بنات، وديقة وديقة من سطوحي وبقوسي، هولي رح يكونوا مينلي يعني الأغاني اللي عم نشتغل عليهم. وإن بتوين أكيد في ساوند ديزاين، لأنه عم نعمل مثل قصة طولها شي ست دقائق ونص مع كل هالأغاني. التصوير تم على مدى 3 أيام في مناطق مختلفة في لبنان، ووصلت تكلفة الكليب إلى 350,000 دولار. دايماً فتش على أماكن جديدة بلبنان ما استهلكت، وحبيت كتير هذا المكان وحسيته كتير مناسب. كتير مهضوم حاسة بدي يطلع الكليب، لأنه يعني مش مثل ما توقعنا، ديكوراسيون طلعت أحلى بكتير. إن شاء الله يكون هيك يحبوا هيك الناس أو الصغار قبل الكبار أكيد. وكان هذا الكليب هو مسك ختام مسيرة ليلى كنعان الإخراجية في عالم الفيديو كليب. هذا رح يكون كمان آخر كليب لألي، فكرمال هيك يعني حتى بدك تكون ختامها مسك. شجاع أكيد، إنه لأنه السينما يعني هي مشروع أضخم أكيد من الكليب، بس ما فيها توقف معي أنا كليبي. فاصل ونعود لكم بعد قليل. من بالخير لأحلى عيد، لأحلى قناة، لأحلى ناس. كل عام وأنتم بخير، مع تحيات وحب وشكر وتقدير وامتنان ومعزة وأمنية بالخير بأن يمر عليكم إن شاء الله عام سعيد. كل عام وأنتم بخير، مع حب عبد الله بالخير. أتمنى يا رب يكون عيد الفطر عيد خير وبركة عليكم على كل الأمة العربية والإسلامية وين ما كان.
كل عام وانتم بخير مشاهدي الروتانا، وان شاء الله ينعاد عليكم كل سنه وكل حول، وان شاء الله كل امانيكم اللي تبونها تتحقق ان شاء الله في العيد وبعد العيد وكل ايام ان شاء الله. اخوكم منصور زايد. يا رب، مثل ما بنتمنى كل سنه انه الايام احلى واجمل. ما في شك هالسنه كانت صعبه وغريبه مفاجئه، بس يا رب من بعد هالعذاب وهاللي عم بيصير هيدا انه فعلا نوصل لبر الامان. ثورات عربية مشرفة، يا رب تكون النتائج مشرفة مثل ما بنأمل. معايدي من جديد، مروان خوري. طبعا كل رمضان يكون فيه يعني أعمال درامية كثيرة، سواء على قناتنا روتانا خليجية أو قنواتنا الأخرى. يعني السنة هذه كلاسيك كانت حاضرة بقوة وبنكهة مختلفة جدا ولمن تابعها يعني. وأيضا الشقيقة LBC الفضائية كانت أيضا حاضرة ببرمجة معينة، الزملاء في كل القنوات الأخرى من التلفزيون السعودي إلى MBC إلى دبي أبوظبي، القنوات المصرية التي دخلت إلى السوق بقوة كبيرة. اليوم الحقيقة راح نتحدث عن أبرز الأعمال اللي لفتت الانتباه، أيضا راح نحاول قد ما نستطيع أن يعني نحلل أو نقيمه تحليل يعني يعني ينحو إلى نواحي الانطباعية المرتبطة بركائز فنية أساسية، فليس هو تحليلا يعني نقديا خالصا، هو أيضا مبني على رجع الصدى والآراء اللي بين الناس، وأيضا مرتبط بمثلا أرقام المشاهدة، وفي نفس الوقت بنشوف أيضا الأعمال اللي كانت مميزة جدا في المحتوى في النص في النصوص وفي الحوار السيناريو، أيضا بنشوف الأعمال اللي كان فيها ضخامة إنتاجية كبيرة. في أعمال دائما هي أعمال ظل، اللي هي أعمال متعوب عليها ولكن تضيع في الزحمة. راح يكون معنا ضيفنا الأستاذ يحيى مفرح الزريقان الصحفي والناقد الفني، لكن قبل ذلك خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. أوه مسلسلات، عشرات من المسلسلات اللي أذكرك إياهن كلهن حلوات، وبعدين صراحة الدعايات زادت. وحياة اللي خلفتك حجابهم نفر نفر وحزقنا. تسعون ساعة من الدراما كانت نصيب المشاهد العربي من المشاهدة يومياً خلال شهر رمضان، موزعة على نحو 120 عملاً درامياً تنافست على عرضها القنوات العربية الفضائية والأرضية، وتشمل الدراما المصرية والخليجية والسورية، بما يجعل الموسم الدرامي 2012 هو الأضخم في تاريخ الدراما العربية من حيث كلفة الإنتاج وعدد الأعمال. السنة دي واضح انها سنة فيها تخمة شديدة جدا في الأعمال الدرامية، لأنه أنا شايف من حسن حظ الناس أنه النجوم الكبار والنجوم الشبان كمان كلهم الحقيقة نزلوا إلى ساحة الدراما التلفزيونية في ظاهرة يعني تعد من الظواهر النادرة. والله شوف أنه في كم كبير من مسلسلات هذه السنة وفي أعمال جيدة، بس الواحد مش ملحق، يمكن ما تأخذ حقها في الزخم الكبير هذا. فأنا أتوقع أنه بعد رمضان في مسلسلات راح تبرز كمان اللي الناس ما شافتها في رمضان، واتمنى يعني طول السنه ان يكون في اعمال مش بس الناس تركز في شهر رمضان. ما كانش متوقع يبقى في الكم ده السنه دي. الغريب كمان ان احنا عندنا السنه دي تقريبا 90% من نجومنا في السينما وفي الدراما الموجودين والغير موجودين واللي بيختفوا كتير واللي بيظهروا باستمرار تقريبا كامل العدد، يعني لو استثنينا احمد مكي واحمد حلمي من نجوم السينما هنلاقي تقريبا كل النجوم الفيرست كلاس موجودين. احنا خدامينك كمان، احنا هنسرق بنك، هنسرق بنك
البنك ده فين في إسرائيل؟ فين؟ في إسرائيل. لنقرأ الفاتحة. مش مفرجاك على فيلم الحب بطاب عشان تتفعل. اعمل ايه بقى يما؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمة. اللي براسك ما رح يصير، فهمتي ولا لا؟ والا مضطرين نفضح القصة وندخل رجال العيلة. المنافسة الشديدة بين الأعمال الدرامية التي شهدتها الفضائيات العربية وضعت المشاهد في حيرة شديدة، وبات من الصعب عليه أن يحدد بين كل هذا الكم المعروض من المسلسلات ما الذي يرغب في مشاهدته وعلى أي قناة وفي أي توقيت. في وسط هذا الخضم من المسلسلات والأعمال، 70-80 مسلسل بيتقدموا على كل القنوات، ياريت أعتقد المشاهد عنده قدرة وعنده الذكاء أنه يفرز هذه الأعمال ويشوف إيه اللي يصلح ليه فيها منها لأنها تقدم في شهر رمضان المعظم، إيه اللي يصلح أنها تقدم في هذه الفترة بالذات، وإيه اللي إحنا محتاجينه كمصريين وكعرب وكمسلمين عشان نشوفه ونتفرج عليه. أعتقد أن اللي حصل السنة دي ما هوش في صالح أي حد، ولا النجوم ولا الموزعين ولا القنوات ولا أي حد، يعني المنافسة بقت شديدة قوي. في 5-6 مسلسلات عايزة أبقى أتفرج عليهم بعد رمضان عشان مش لحقة، فاعتبر في رمضان الحقيقة مش عارفة قيم أي حاجة. يلا أتابع مثلا المسلسلات اللي أنا قاعدة أقدمها، ويمكن مو دائما مو بشكل يومي، يعني مثلا تمر أيام ما أشوف مثلا حلقات لأنه في زحمة. تعرف رمضان يعني شو شهر عبادة وشهر توبة ومغفرة ورحمة، وبنفس الوقت بالنسبة للأعمال الفنية والدرامية تحس كأنه مهرجان. من كثرة الزخم اللي عندنا مسلسلات الخليجية والقصص رائعة جدا والسيناريوهات والممثلين و صار ما عندنا حتى وقت نتابع الدراما اللي موجودة في الخارج، إلا يعني مثلا الدراما المصرية، مثلا خلينا نقول المصرية هالسنة اللي تعرض على قنواتنا احنا الخليجية بنتابعها، بس على حسب أصدقائي والناس اللي موجودين في الوسط في القاهرة الكل قاعد يتكلم على أن أيضا عندهم زخم في الإنتاج هذه السنة ومو ملحقين على المسلسلات. شنو قاعدة تقرين؟ خايفة عليك وخايفة على نفسي. منيرة دي مرة واطية وسخة وبنت. اسمه ايه؟ حظ امك المعفن انك وقعت في ايد واحد ابن 60 كلب صايع. مش بقيت ترجع تعرف لها راجل تاني زي ما عرفتك على جوزك. من الاخر كده بنتك وسخه. يعني ايه؟ يعني ضحك عليكي؟ ومع تعدد موضوعات المسلسلات بين الاجتماعيه والتراثيه والسياسيه والدينيه، الا ان الدراما المصريه تاثرت بالاحداث السياسيه التي مرت بها مصر منذ قيام ثوره يناير، فمالت إلى التعبير عن الأوضاع التي أدت إلى قيام الثورة من قضايا فساد وسوء أحوال الطبقات الفقيرة. في المقابل كانت القضايا الاجتماعية والإنسانية صاحبة النصيب الأكبر في المسلسلات الخليجية، وكذلك الأمر بالنسبة للدراما السورية التي تجنبت الخوض في الأحداث التي تشهدها سوريا حالياً. أنا أتصور أنه فقدنا شوي المسلسل السوري. الخليجية بصراحة شيء رائع أني قاعد أشوف شيء ينبث من الكويت أو من الخليج، وخاصة في الكويت الآونة الأخيرة أتصور المحطات كلها أصبحت يعني تمتد من هذا المحطة أو من تمتد من هذا الفنانين. أغلب الفنانين بصراحة من الكويت، في من الخليج، ولكن أغلب المواضيع اللي ترجع للكويت من الكويت. نمرة 2 المصرية لا شك أنه هي السائدة على الساحة في رمضان هذا، سواء كان عادل إمام، سواء كان كثير محمود عبد العزيز، كثير من المسلسلات. ولكن حس انه الدراما المصريه رجعت بشكل قوي وهذا الشيء حلو. هالسنه الحلو فيه انه التنويع من كل اللهجات، يعني السوري اخذ حقه، المصري كذلك، الامر الخليجي كمان. بعدين لاحظت شغلي الخليجي دائما في عوده للسبعينات او فتره الستينات بتفاصيل المسلسلات وهذا الشيء حلو. لم يشهد موسم رمضاني تزاحما في الإنتاجات العربية كذاك الذي شهده هذا العام، تزاحم ترافق مع ضخامة في الإنتاج تحدى كل التوقعات التي أشارت إلى هبوط مستوى ما ستشهد الشاشات في غمرة الثورات العربية.
للحديث عن الدراما يسرني ارحب ضيوفي الاعزاء، ضيفي العزيز من الاستديوهات انه هنا في جده الفنان القدير الاستاذ محمد بخش. اهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير. شكرا لتلويه الدعوه، مع العلم انه يوم العيد دايم في التزامات، لكن شكرا لك. ايضا ارحب بضيفنا العزيز من الرياض الكاتب والناقد الفني الاستاذ يحيى مفرح زريقان، والذي ايضا اشكره على تلويه الدعوه في يوم العيد. ابدا معك استاذ محمد، ايش لفت انتباهك في رمضان؟ ايش تابعت؟ اولا امسي عليك وامسي على الاعزاء المشاهدين، وكل عام والجميع بخير، كل عام والوطن بخير. الحقيقه يعني عارف دائما رمضان هو عباره عن سوق تستطيع المرور فيه على كل محل دون ان تشتري. وهذا الزخم الكبير من العرض في آن واحد في وقت واحد يجعل تفاوض في أنك أنت يعني أين تقف، مع أي قناة تقف، أو أي عمل تقف، فين الجودة. فبالتالي تضطر أنك أنت تمر مرور الكرام على كل عمل. التلفزيون اليوم يعني أصبح وسيلة مهمة جدا، انك انت جالس في البيت وجالس بتتفرج وتختار ما تشاء دون تفاضل بين عمل او عمل، وهي عملية رغبة المشاهد. فهنا عشان نجي نحدد في وقت في الزحمة دي ماذا استمتع المشاهد من عمل. طيب تجولت وما اشتريت، ايش العمل اللي لفت انتباهك؟ كذا عمل كثير كثير. احنا اذا اخذنا مثلا من باب الكوميديا ناخذ واي فاي في الام بي سي العزيزه، ناخذ ايضا من الخليجيه والتنافس اللي حصل من خلال عرض كثير من الاعمال المميزه الكوميديه، برضو ابو جانتي والشبه كوميديه اجتماعيه اللي هي صبايا. ويعني هذه اللي احنا نتكلم فيها عن نوعية الترفيه، لماذا احنا نشاهد بعد الافطار؟ يعني الدسم اللي اكلناه بعد الافطار نبغى نرفه فيه عن نفسنا. قليل منها فعلا جذبتني، وقليل منها لم استكمل مشاهدتها، عشان كده في كثير من الاعمال حكمي عليها حيكون قاصر، حيكون واضح، لانه زي ما قلت لك ان انا بمر على السوق، انا ما استطيع في آن واحد ان انا اشاهد كل الحلقات وكل الاعمال وكل التميز. فلذلك يعني من ضمن الاعمال اللي انت تتوقف عندها حين فراغك مثلا اجي عند مسلسل عمر بن الخطاب. فمن وجهة نظري الفنية كمشاهد وكمتلقي أيضا، أنك بتشوف الإبهار اللي في العمل في الشخصية التاريخية، ويمكن هذا يخليني أتجه هذا الاتجاه، لأنه بداياتي كلها كانت أعمال تاريخية وأعمال هذا. فوجدت شيء جديد أيضا وطرح جديد لشخصية فيها يعني جرأة الطرح من خلال التفاوت في الأفكار، وهل تطرح ولا تطرح. نعم نعم، تجسيد الشخصيات صحيح. بالضبط. نعم. لكن داخل العمل أنا كموضوع وين وصلت؟ فهذه من الأعمال أيضا المميزة. نعم. السنة هذه برضو أيضا هوامير أخذ خط متابع، لأنه إحنا عشان نكون منصفين أيضا زي ما بقول لك يعني أكثر ميولي حيكون للقناة الروتانا خليجية، لأنه أكثر التصاقي بالأعمال فيها والمشاهدة والهذي روتانا خليجية. جينا للتلفزيون السعودي نجي نشوف احنا في اثنين بتنافسوا على تقديم طرح في حال غياب طاش ما طاش. الاثنين بدهم يمشوا على خط واحد ويفرضوا على المشاهد وجودهم، وان كان نجحوا في بعض الاطروحات. نعم. هذا شكل ايضا من الكوميديا الجميله اللي احنا كنا تقصد سكتم بكتم مو كلام الناس. ايضا كان في نوع من المنافسه بين الطرفين، كان في اطروحات نوعا ما جريئه ايضا، يعني كان عملين يعني التلفزيون السعودي ايضا قدمهم بطريقه جميله. هذا باختصار شديد يعني. نعم. طيب ننتقل للاستاذ يحيى. استاذ يحيى مساك الله بالخير، اهلا وسهلا فيك من جديد. ايضا ايش اللي لفت انتباهك هذا العام؟ كيف تشوف اداء الدراما السعوديه بشقيها تراجيدي وكوميدي؟ وابرز ما لفتك ايضا. الله يحييك اخ علي، وكل سنه وانت طيب. أنا ما أسمع الأستاذ يحيى يا شباب، ولا الأستاذ محمد يسمعه.
استاذ يحيى تسمعني؟ اي اسمعك. مساء الخير يا اخ علي، كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا فيك، تفضل. بعد تحويل رمضان لسوق انتاج فني، الحقيقه يتعذر معه انه انت تتفحص ماهيه هذه الاعمال وجودتها وقيمتها في ظل رغبه المنتج والمشاهد وايضا وسيله النشر والعرض. محليا بكل اسف درامانا الى الان تسجل تراجع مخيف ومذهل، ما عدا يمكن من الاخر كان عمل جيد، وشفت الليل كان عمل جيد. يمكن هذه التجربتين هي اللي تستحق أن يشار لها بشكل جيد، وإن كنا أحوج ما نكون إلى تقديم دراما اجتماعية تقدم تجربة الشعب السعودي في الحياة وطريقته وأسلوبه وأدواته ومقدراته أيضا. لا يمكن أن يكون لهذا الشعب أن يخلو من المعاناة والمشاكل سواء في الماضي أو الحاضر. مسألة الكوميديا السوداء الممجوجة التي دأب على تقديمها منتجي الأعمال الدرامية، هذا أمر مرفوض يا أخ علي. يجب أن يحترموا ذائقة المشاهد وأن يقدمون الكوميديا الحقيقية الخفيفة الظل البارعة في انتزاع الضحكة والمتعة في المشاهدة. لكن إغراق رمضان بهذا الغثيان الدرامي الحقيقة هو عسف لذائقة المتلقي. خليجيا الحقيقة يمكن في عمل اسمه امرأة تبحث عن مغفرة، عمل جدير بالاحترام بكل المقاييس، ولأول مرة أشاهد الكاميرا تتحدث والممثل أيضا يقدم الدور كما هو مكتوب. ولعلي أشير إلى أن زهرة عرفات استطاعت أن تقدم أجمل ما في مسيرتها الفنية من خلال هذا العمل. وش هو العمل؟ عربية امرأة تبحث عن مغفرة. عمل راقي جدا بكل المقاييس، سواء كان على مستوى التصوير، الإنتاج، الانتقال من المشاهد، الحوار، المساحة في النص أيضا كانت معدة بشكل متقن. عربيا أنا أعتبر أن الدراما المصرية استطاعت أن تتفوق في هذا العام في ظل عودة محمود عبد العزيز وعادل إمام ويحيى الفخراني اللي قدموا بصراحة أعمال كثير جيدة، بالإضافة لما سبق الإصرار لغادة عبد الرازق. خلينا نرجع للأعمال السعودية شوي، إيش ملاحظاتك عليها من جد عشان بس نفتتها شوي ونفتفتها مع والله الأعمال السعودية أول حاجة ضعف المحتوى يا أخ علي. ضعف المحتوى يا أخ علي، النص مكتوب بشكل سيء، ما هو مكتوب بشكل فني. يمكن الفكرة جيدة لكن المعالجة سيئة جدا، التصوير سيء، الإنتاج سيء. يعني في رخص في الإنتاج يا أخ علي، أنت لما يعني تصرف على العمل حتاخذ منتج جيد ومحتوى جيد. أما مسألة يعني حصر اللوكيشن في مشهد واحد وفي موقع واحد، أعتقد هذا يضر بالعمل كثيرا. لا حدد أسماء، إذا شوف يعني مثلا شفت الليل من الأعمال السعودية اللي تفوقت على نفسها في الإخراج وفي الفكرة، في تحدي يعني في تفوق على النفس. أنت لما تحاكي نموذج عالمي زي ما يسوي الأمريكان لما يسوي مسلسل زيها من هذا النوع، اللي هو أنك تختار توقيت معين في اليوم ومكان واحد في اليوم وأحداث تدور في هذا المكان، ترى هذه فكرة ما هي سهلة إن كنت تقصد ذلك. يعني على مستوى الإخراج، في إخراج متطور في بحسب مراقبين، ما أدري إيش رأيك أنت في شفت الليل. أنا أستثني شفت الليل مما قلت. شفت الليل كان عمل درامي جيد بكل ما تحمله المقاييس في مفهوم الدراما. التنفيذ كان جيد، الأداء من قبل العناصر المشاركة في العمل كان جيد. يعني بصراحة كان شكل إيجابي للدراما السعودية. أنا أقصد تحديدا يا أخ علي سكتم بكتم، كلام الناس، في عملين آخرين عرضت. الحقيقة يعني المشاهد اليوم أصبح على قدر كبير. صحيح، بس أبو خالد يعني لو تلاحظ المشاهد، سكتم بكتم ولا كلام الناس ولا هاشتاق عندنا ولا، يعني أعتقد أن المشاهد السعودي إحنا نتوقع أنه فعلا تغير، وصحيح تغير، لكن أحيانا ترى يفاجئك. يعني أنت ما تقدر تعول على الجمهور، لأنه تتفاجأ في أن أعمال هي تصور في مكان وفيها رخص إنتاجي وفيها ضعف المحتوى لكنها تنجح، يعني تلقى صدى عند الناس.
أنا أحترم رأيك لكني لا أميل إليه لسبب بسيط، أنه الجيد يفرض نفسه. الجمهور اليوم طبعا أنت ما تقدر تحكم على السواد الأعظم، لكن أنت عندك نخب وعندك أيضا شرائح متعلقة ببيئتها، يعني تريد عمل ينتمي لهذه البيئة، لا تريد اعتساف الضحكة، مسألة التهريج الزايد، مسألة استسهال إنتاج عمل درامي لمجرد التواجد والحضور، هذا مرفوض. إحنا نريد عمل يعبر عنا، يعبر عما بدواخلنا، يحترمنا على الأقل، يلمس يا أخي الجوانب الإيجابية في حياتنا بكل صدق. يعني لا نريد مجرد حضور للدراما في رمضان. أول شيء يا أخ علي، مسألة تكريس الإنتاج للدراما في رمضان هذا مفهوم خاطئ، يجب أن يتم تعديله، لأنه لا تستطيع أن تشاهد كل ما ينتج في رمضان، ويمكن الأخ محمد بخش أشار إلى ذلك وإلى صعوبته. أعتقد أنه البطل في هذه العملية هو ما بعد رمضان، وهي الإعادة لهذه الأعمال. طيب، عموما كل الأعمال اللي انتقدتها لهم حق الرد في أي وقت شاء. قل لي شفت أبو خالد أنت في رمضان؟ والله أنا تابعت الخواجة عبد القادر صراحة، عمل كان مذهل. ما أشيع حول مسلسل عمر، يعني ما في شك كان تجربة جميلة، بس العمل كان فيه أخطاء فادحة سواء في النص أو حتى في أداء الممثلين. لا أخطاء يعني بس فادحة ما أشوفها قاسية شوية، لأن الناس يعني حاولوا يعتمدون على يعني قروا أكثر من النص وقاطعوا النصوص، فبالتالي أخذوا في النهاية الشيء اللي هو ممكن يكون ما يعني أكثر دقة، أو يعني أخطاء فادحة من ناحية الإخراج ولا من ناحية النص؟ لا في النص، يعني في مشاهد كثيرة كان فيها أخطاء يا علي. أنا ما أعرف اللجنة المشرفة اللي أجازت العمل، وهم على قدر كبير من الإدراك، يعلمون أن المسألة فيها مرجعية تاريخية وفيها إجماع على الحوادث اللي وردت في التاريخ الإسلامي، لكن ما شفنا يعني ما شاهدنا على الشاشة كان ينافي ما هو معروف. ولعل الجميع لاحظ الجدل الكبير حول تلك زي إيش؟ الشوائب، يعني زي حكاية أنه عمر صلى بجموع المسلمين في مرض الرسول، هذه واحدة كثير الحقيقة. أيضا الذي يلعب دور عمر كان يستخدم يده اليسرى كثيرا، وكان هذا أيضا خطأ خاصة في التكبير. والله في تفاصيل كثيرة يا أخ علي. طيب نستجمعها وبعدين نروح فاصل ونعود. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. أخوكم عبد الله رويشت. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، بحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. يا ربي نحن وأوطاننا بخير، أمهاتنا بخير، ويا ربي إنه يعود عليكم باليمن والبركات. صباح مبارك. عيد فطر مبارك إن شاء الله، تكون أحلى من اللي قبله بإذن رب العالمين. شكرا. ملحم زين. هم العذب وحالي وراحت فيهم آمالي، بذهب ما بعتهم والله، وهم بتربعوني وعلى جسر المسيب سيبوني. كل عام وأنتم بألف خير. اهلا بكم من جديد. لازلنا نتحدث عن الدراما في رمضان. ضيوف الاعزاء الاستاذ محمد بخش، الاستاذ يحيى فرح سرقان. استاذ محمد، هل الدراما يعني خلينا نروح للدراما السعوديه والخليجيه، هل الحال افضل من ما كان في العام السابق او العام الماضي كنا افضل من الان؟ وهل تتفق مع استاذ يحيى في ملاحظاته على مسلسل عمر؟ والله شوف، يعني اي عمل لابد انه يكون فيه بعض الاخطاء المقصودة أو الغير مقصودة. يعني الرجل اللي بيقوم بدور شخصية عمر اوتوماتيكلي هو أشول، وهذا تلقائي فيه. يعني عمر كان أشول؟ أي أشول، لا يعني الشخصية، أنا لا يعني ما أقدر، إذا كان هو بيقصد أنه الشخصية أنه يتناول، لا ما أدري، التكبير ويتناول هذا، لا يمكن يحيى يتكلم، إلا إذا كانت الشخصية أساساً
لا هو يحيى يمكن ما ادري ملاحظتك يحيى كانت على انه اشول وانت تشوف انه عمر ما كان اشول ولا على المبالغه انه يبغى يثبت لنا انه اشول زي عمر؟ لا على انه اشول وعمر ليس اشول. لا عمر اشول. لا الحين لا راح الصوت ليحيى يا شباب يا حبايبي على اساس بس اسمع والناس يسمعون لاننا قاعدين نتناقش. يحيى تسمعني؟ نعم اسمعك. اي لا هو عمر اشول. بس تاريخيا لم نعرف انه اشول. ما ادري يعني في روايات تقول انه كان اشول. عموما يعني هذه الملاحظه كنت قبل الفاصل انت بتجمع ملاحظات في ملاحظات اخرى على اساس بس يعلق الاستاذ محمد. لا على المسلسل لا انا ودي اسمع من الاستاذ محمد. تفضل. الفكرة انه هو كان اشول او غير اشول تاريخيا انا ايضا لا استطيع تحديده. ولكن هو يفترض لانه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يمن في كل شيء وإن كان هو الخليفة فلا أعتقد أنه هو أيضا في كل التصرفات وحركاته يمن لكن يعني الشرعين ما قريت الكلام ده في التاريخ أنه هل هو أشول أو غير أشول. طيب بالنسبة للأعمال السعودية الخليجية شو وضع؟ شوف احنا لا نقارن العمل الخليجي مع العمل السعودي بأمانة يعني عشان أنا أكون منصف والأستاذ يحيى ما يطالب بي أو ما يتمنى أنا أيضا أتمنى أنه أنا يكون عندي دراما منافسية في كل تصوراتي. الدراما الخليجية لو جينا صنفناها فهي لها قواعدها ولها أساسياتها ولها لها تاريخها كويس. لكن الدراما السعودية احنا ما زلنا احنا نقول على استحياء ومحاولات وهذا احنا تنقصنا فعلا الاحترافية في كل شيء في كتابة النص في اعداد الفنان في اعداد الكادر الفني عشان احنا ندخل في باب المنافسة. يعني انا ما انا 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 يعني انا اولا اقول اللي عملوا في الاعمال المحلية السعودية كتر خيركم وحفضل أقول كتر خيركم إلى أن أنا أرضي المشاهد وهذا لا أستطيع إرضاؤه فيه. وكل الأذواق تختلف. نعم سكتم بكتم له جمهوره وكلام الناس له جمهوره كما كان طاش له جمهوره وكل له مدرسته له طريقته. نختلف أو نتفق لكنهم هم بيعملوا جهد ومطلوبين والمشاهد هو اللي بيقرر. المشاهد هو بيدي الدرجة الجيد أو الممتاز لأي عمل نشوفه لكن لا يوجد عمل كامل إطلاقا سواء كان سعودي خليجي عربي لا يوجد عمل كامل ولابد كل الأعمال يدار حولها الجدل عشان هي بتقول فيها شيء مميز عن الآخر عمل يميز الآخر فالساحة امتلأت. فبالتالي أنا لو أجي أقارن لا أظلم العمل السعودي لكن أتمنى من العمل السعودي هو يصل إلى مرحلة بس العمل المنافسة. السعودي اليوم يعني كيف أقول لك يعني مثلا إن قلت فلوس وتعميدات مثلا على مستوى التلفزيون السعودي يعطي فلوس هذه نقطة وثانية خليجية تعطي فلوس الام بي سي تعطي فلوس طبعا تعطي مبالغ نفسها اللي تعطي الآخرين والآخرين ينتجون إنتاج كويس وذولا ما ينتجون كويس أيضا في تفاوت أخوي علي في, في, في طرح الأسعار على فكرة يعني عشان أنا أكون واضح معك يعني هناك بعض الأعمال لا تستحق هذا الصرف كله وبعض الأعمال تستحق هذا الصرف. يعني أنا لما أجي أقول أنه أنت قناة الخليجية أو السعودية أو أي شيء أديتني أنا ووثقت فيها بأني أنا أغني وأثري هذا العمل من المنتج أولا إن كان المنتج هو الفنان أنا واثق أنه هو بقدر الإمكان يعطي عمله بحسب إمكانياته المتوفرة على أرضية العمل اللي هو بيصور فيها. يعني أنا لما أجي أخذ مبلغ مثال 10 مليون عشان أنتج العمل ده في السعودية أو أنا أنتجه خارج السعودية تفرق معايا حاجات كثير. أنا بأنتجه في السعودية بالإضافة أن أنا بجيب فنيين وبجيب كل الناس دي بأجيبها لكن أنا لما أكون بهذا المبلغ بأنتج في بلد كل الإمكانيات متوفرة أكيد أن أنا هكون هقدم بشكل أفضل. فمن في ظل الإمكانيات الموجودة هذا لا يمنع أن المنتج عشان هو ما بيشتغل غير كل سنة مرة ولاحظ هذه النقطة يعني إذا كان سكتم بكتم ولا إذا كان كلام الناس ولا بعض الأعمال اللي هي فقط لرمضان
طب طوال السنة إيش بسوي؟ لذلك هناك ما فيش تخطيط من خلال القنوات مثلاً. لما أجي أنا أقدم أعمال الدين يا سيدي. إيه لا بس خلي من بداية السنة. خلني أقول لك شغله أستاذ محمد، يعني أنت حطيت مثالين اللي هو عبد المسعود. أنا خلني أوسع الدائرة شوي. إن قلت في روتانا خليجي ولا في NBC ولا أي قناة، إذا كان أنا أشتري عمل في السنة وهذا العمل لا يأتي بالجودة اللي أنا أبغاه وتبغاني أنا أكون مرتاح وأفتح يعني ذراعي للمنتجين السعوديين وهم مطلوبون ويقدمون لي عمل واحد وفشلوا فيه أو ما قدموا بالطريقة الجيدة، أضف إلى ذلك ترى يعني في البزنس إنه يكون هامش ربحك ما بين 25% إلى 15% هذه المنطقة ترى جيدة. صحيح. ربعنا يبغون يكسبون 60-70%. صحيح. والبعض منهم يعني يصرف 20. هتشوف إن هذه أيضا جزء من المشكلة، وهذه نقص في الاحترافية. يعني أنا لما أجي أكون كمنتج وأبغى أكون منتج وأبغى أكون ممثل وأبغى أكون مخرج وأبغى أكون عشان أنا أوفر على نفسي على حساب العمل، هذا خطأ. هنا كثير من المنتجين بيحصل هذا الكلام. كان محمد بخش طالب أن أقول كذا، يعني أنت هذا التصريح نعتبره توبة عما سبق، لأنه أنت مر عليك تنتج وتمثل كثير كثير، يعني لن تعود إلى ذلك. إني إيش؟ يعني راح بس تمثل في الفترة لا أنتج، لكن هل أنا أنتج عشان أنا أكون موجود؟ إيه بس لا. بس تشوف إنه يأثر على العمل ولا لا؟ إذا كنت أنا كنت هذا الكل في الكل لا، لكن أنا سياستي في تنفيذ العمل تختلف. أنا بأجيب منتج فني بطرح له الموضوع بقول له شيل، أنا إذا كنت ممثل أنا زي كل الممثلين. طيب خليني أخذ رأي يحيى. أستاذ يحيى تفضل. إحنا طبعا يا أخ علي عندما يعني نطالب بتقديم دراما سعودية تتماهى مع تجارب الآخرين، لأن المعطيات عندنا بتفرض علينا أن نقدم دراما على الأقل تليق بالوعي الذي نملكه اليوم. إحنا لا نصادر جهد الأخوة الذين يعملون في الدراما، ولكن يا أخ علي عوامل النجاح معروفة. يعني بإمكان المنتج أن يبحث عن الجودة في ظل حصوله على الفرصة بأن ينتج بشكل مستمر، مع العلم أن هناك آخرين من المنتجين يستحقون الحصول على فرص مثل هؤلاء الذين نشاهدهم سنويا. أنا أقول أنه أنت عندك بيئة جيدة وعندك مساحة كبيرة من الشرائح التي تستطيع أن تخدم العمل الدرامي، يا أخي بإمكانك الاستعانة بهم بدلا من فرض فهمك وقناعاتك وما تراه مناسبا لإنجاح العمل. يا أخ علي من غير اللائق أن تعمد بعشرة مليون وتنتج عمل بمئتين ألف ريال، مثل ما أشرت إلى نسبة الربح التي يفترض أن تكون منطقية. طالما أن هناك زي ما قال الأستاذ محمد أن هناك أعمال تستحق أن يصرف عليها، والله إذا كان التصوير الخارجي في بعض الأعمال اللي أنا أشاهدها تثلج الصدر فلما لا، ولكن أن تحصر اللوكيشن في موقع واحد وتنتقل فيه طيلة العمل من غرفة إلى غرفة هذا أمر مرفوض، هذا أصلا يسيء للعمل. طيب ورشة الكتابة المعالجة الدرامية لا زالت ضعيفة حتى الآن. طيب أستاذ يحيى إحنا الوقت لقضيتنا هذه خلص، لكن قل لي إيش الفعاليات اللي عندك في الرضا؟ وين رايح بعد ما تخلص برنامجنا؟ يعني مشوار خاص مشوار عام، في فعاليات معينة راح تكون متواجد فيها أم لا؟ والله طبعا بما أنه إحنا في العيد فالأفضل أنه إحنا يعني ننشط الخلايا الاجتماعية بالاتصال بمن لم نتصل بهم أو نشاهدهم من زمان، ونعايدهم ونجدد التواصل فيهم مرة أخرى ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. طيب نشط يا أبو خالد وإن شاء الله نراك في حلقات مقبلة. كل سنة وأنت طيب يعني. وأنت بخير يا أهل وسهل. أستاذ محمد إيش خطتك بعد الحلقة؟ أشكرك الحقيقة على حضورك. الله يكرمك. قلبي الدعوة. والله أنا أولا يعني أشكركم أيضا لاستضافتي، والسنة هذه أنا أول مرة أعيد في جدة على فكرة، وأتمنى أن السنة هذه تكون سنة خير علينا وعلى جميع أمة. وليه كذا كأنك زعلان أنك معيد في جدة؟ أنا لا مو معيد، لأنه أنا متعود أنا كل العشر الأواخر أقضيها في المدينة، لكن السنة عشان أرجو الله سبحانه وتعالى ودعاء كل المشاهدين لأخي أيمن بالشفاء العاجل، وهو صديقك قبل الله يشافيه ويعافيه ان شاء الله فاله العافيه. واحنا هذا العيد يعني احنا مقضينه معاه هنا، و
بس ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى يهون عليه ويشفيه ويعافيه. الله يقومه بالسلامه ان شاء الله. وكل دعوات المشاهدين إن شاء الله. شكرا لك استاذ محمد على حضورك. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. يعني احلى فرحه فرحه العيد، كل عام كل المشاهدين كل المتابعين كل الناس كل العرب والمسلمين كل الامه العربيه بالف خير. عيدكم مبارك وعساكم من العايدين الفائزين ان شاء الله. مروه محمد بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبنتمنى السلام لكل لبنان ولكل الوطن العربي والمغرب العربي وكل حدا بيحكي عربي. كل عام وانتم بخير. ماي حريري. كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله السنة هذه والسنة اللي قبل واللي بعد واللي قبل كلها. أقول لكم كل عام وانتم بخير. نتأمل كل الخير لكل الشعوب العربية. كان معكم اللبنان زين العمر. طب جهزوهم الاثنين الآن. يلا طيب راح نتكلم عن زي ما قلت لكم في البداية عن الفساد. هيئة مكافحة الفساد طبعا كل فترة تتحدث عن فساد في مكان ما. الحقيقة هذا الموضوع ما احنا عارفين للآن، يعني هل هو صح ولا مو صح. راح نتكلم مثلا المبرر حديثنا اليوم هو مثلا هيئة مكافحة الفساد تحدثت انه في مشكلة السبب مشكلة السكيل الحديد دي، المشكلة الأخيرة هي أنه كان صغير في السن السائق وعنده مشكلة مدري وشي أو يعني من هذا النوع. مشكلة أخرى أنه أيضا وزارة الصحة عندها مستشفيات متهالكة ولا ترقى للمواطن السعودي، وزارة الصحة رفضت والسكيل الحديد رفضوا. طبعا في تقارير الحقيقة صادرة مثلا في صحيفة الوطن تتحدث، طبعا هذا في 6 يوليو الماضي، تحدث عن ان 32 بيان من 44 بيان من هيئه مكافحه الفساد يعني على مدار 372 يوم، يعني اكثر سنه وشوي اللي هي وقت انطلاقتها، اعتمدت فيها على ما تنشره الصحف المحليه كمصدر للمعلومه، مقابل 12 بيان استقت معلوماتها من المواطنين أو من خلال مصادر كانت تشير إليها بمسمى رسمية أو من خلال تعاون مشترك قادته مع عدد من الجهات الحكومية. يعني الحقيقة هذا يدعونا لطرح أسئلة كثيرة، يعني أسئلة كثيرة، يعني هل يعني راح يظل طريقتها وأداها هذا الشيء؟ أيضا لما ترفض الجهات المعنية، هل هيئة مكافحة الفساد يعني تتكهن بمعلومة ربما يعني يكون الخبر الصحفي غير دقيق، ربما تكون بعض الدعاوى الـ أو المعلومات للمواطنين كيدية؟ هل بعد ما تعلن هيئة مكافحة الفساد هل أدلتها دامغة ومتأكدة من الأمر ولا نحتاج لوزارة ما أن ترفض أو إلى آخره، أم أنه المسألة يعني اللي ذر الرماد في العيون يعني يشوفونا نكافح الفساد وانه احنا عندنا مؤسسات مجتمع مدني في السعوديه ويعني يظل الامر ماشي زي مثلا اداء هيئه حقوق الانسان او جمعيه حقوق الانسان. لمناقشه الموضوع ضيوفي الاعزاء، معي الاستاذ سلطان الباهلي الكاتب الصحفي من الرياض، وسينضم ايضا لنا لاحقا الاستاذ عقل الباهلي بعد ان يغادر الاستاذ سلطان، راح يكون معي مكالمات. احب اوضح طبعا احنا يوم العيد، فبالتالي ربما يتحججون بانه يوم العيد عشان كذا ما ردوا، لكن الحقيقه انه في كثير من الاسماء اللي راح تذكرها الان حتى في الايام اللي هي في صلب العمل الحقيقه لا يستجيبون. وانا طبعا في ناس كثير يعني يزعلون، والحقيقه انا اتكلم يعني من مدرسه مهنيه وقد لا تروق لكثير منهم، لكن انا تروق لي واشوف انها مناسبه واعتمدها في اهلها، يعني ما جبتها لا من بيتنا ولا من شيء، اللي هي لما أنت تكلم ضيف ولا يأتي، من حق المشاهد
إذا كنت تحترم أنك تقول له كل التفاصيل حتى لا يظهر للمشاهد أن احنا نبتر القضية أو نغيب طرف. في الإخوان اللي هم يعني بعضهم ما رد وبعضهم قفل جوالات. بداية محمد العماري مدير مكتب رئيس هيئة مكافحة الفساد، يعني وهو منذ الزمن الحقيقة يعني ما يرضى يطلع في التلفزيون ولا محمد الشريف اللي هو رئيس الهيئة يظهر لنا، هذا ما يرد. وفي محمد أبو حليقة مدير العلاقات العامة بالنيابة في المؤسسة العامة للسكك الحديدية نفس الحكاية. في عبد الرحمن الصحفي مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة أيضا نفس الحكاية نفس الشيء، يعني ما يردون وتلفونات مغلقة. في الدكتور خالد مرغلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سابقا أيضا نفس الشيء. أتمنى منهم الاستجابة حتى يعني أنا أعيد وأكرر يا أخي ما عليكم فيه، أنا لا تحترموني ولا تحترموا الناس وردوا، لأنه هذا الأمر مهم جدا. الآن في جدل موجود في الصحافة بين وزارة الصحة وهيئة حقوق الإنسان، ما احنا عارفين ايش القصة. أستاذ سلطان، يعني إلى ماذا يشير اعتماد الهيئة بشكل كبير على التقارير الصحفية؟ هل هم لسه ما اكتملوا ولا يعني هي يعني أداء، يعني هذا أداءها، يعني مفروض ما نعول أكثر من كذا؟ هل هو في مشكلة في تعاون الجهات الحكومية الأخرى معها؟ هل يعتقد المسؤولين فيها أو يعني أنه المواطن السعودي يعني سهل نضحك عليه والصحافة السعودية سهل نضحك عليها مثلا، أو أنهم يعني يبغون يحرقون أسماء أو شخصيات اللي هي دائما تطالب أنه يكون في مؤسسات مجتمع مدني أو يطالب أنه يكون لها دور هذه الهيئة، حتى يعني صوتنا إذا انبح وصوت هؤلاء الناس بعد فترة من الزمن يقولون يعني هذول الناس سوداويين والوزارة والهيئة تشتغل ويا ما طلعت بيانات. مساء الخير علي وكل عام بخير. وانت بخير أستاذ سلطان. وكل عام بخير للجميع المشاهدين، وأرجو أن حديثنا عن مكافحة الفساد اليوم لا يفسد على الناس عيدهم. أنا شفت لك في تغريدة على تويتر وفي الناس فاتلوا معك تفاعلوا معك، أنا بالنسبة لي حضورك يعني هذا يعني يبعد أي نكد وأي فساد وأي إفساد، فشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لك. يعني الحديث عن هيئة مكافحة الفساد أكيد أنه ذو شجون، لأن الناس جميعهم فرحوا بإنشاء الهيئة ونعتقد أنه علق عليها أمال كبيرة. ونعتقد أن واحدة من مشاكل الهيئة مكافحة الفساد هو ارتفاع سقف التوقعات من سواء من الرأي العام أو يمكن من الأجهزة العليا في الدولة والقائد هذه البلاد اللي وضع فيها الثقة وكان حريص على تأسيسها ودعمها بكل الإمكانات. الملاحظات الحقيقة اللي يعني تتداولها الناس عن هذا الموضوع منها يمكن ما ذكرت اللي عدم تواصل الهيئة الواضح مع الإعلام وشرح أسلوب عملها وطريقة عملها، أو القضية أنه ما هي القضايا التي بدأت بمعالجتها. هذه الإشكالية أنا أعتقد الرئيسية اللي يجب أنه نبحثها ونسأل عنها بشكل واضح. كون الهيئة يعني تعتمد على مصادر معلوماتها مما ينشر في الصحف أو من البلاغات قد يكون هذا الأمر طبيعي، ولكن المشكلة في أحيانا كثيرة في أن البيانات اللي تصدر عن الهيئة تتحدث عن شبهة فساد ولا تتحدث عن أدلة دامغة. والموضوع الثاني أنه لم يصدر حتى الآن من البيانات اللي صدرت عن الهيئة ما يفيد بإغلاق قضية سواء بشكل الاتخاذ إجراءات معينة أو إصدار أحكام في قضايا ثبت فيها الفساد أو البراءة إذا كانت البراءة. لكن الإشكالية عندما تكون معلقة حول قضايا حول أجهزة معينة، أن نقول أن هذه الأجهزة فيها شبهة فساد، هذه تخلق إشكالية كبيرة، تخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن وهذه الجهة، وخصوصا إذا كانت هذه الجهة تتعلق في المواطن مباشرة مثل المنشآت الصحية على سبيل المثال. أنا أعتقد هذه القضية التي طيب. يجب أن تبحث نعم. بشكل واضح. نعم أستاذ سلطان، بس خلني بس أوضح شيء. الحقيقة الآن وأنت قاعد يعني تقول رأيك دق الدكتور خالد مرغلاني على جوالي
وأنا أتمنى منه أنه يرسل لي مسج أو إذا كان في مداخل يقول لي، حتى لأني ما أقدر أكلمه والله على الهواء. شكرا أنه يعني رد. خلني نشوف. طيب الدكتور خالد يقول أنه أحاول التواصل مع الانترفيو بروس اللي هي المسؤولة عن تنسيق الضيوف زميلتنا أروى، لكن لم ترد. يقول أنا في الخدمة متى طلبتم، وفقكم الله وكل عام وانتم بخير. شكرا لك دكتور خالد، لكن أحيانا يتصلون ما ترد فيمكن جال اتصال. عموما شكرا لك، أنا أتمنى أنك ترسل لي رأيكم في هذا الموضوع بمسج، وأنا خلال هذه الحلقة بحاول نتصل عليك وهذا، لكن حتى بس ما نغيب أكثر. إذا ودك ترسل مسج، إذا ودك بالاتصال أيضا أكد على ذلك، وبالعكس تحت أمرك ما في مشكلة. أعود لك أستاذ سلطان، تتوقع يعني خلنا كذا إيش نكون شفافين، يعني هيئة حقوق الإنسان يعني جات بهالة كبيرة وتوقعنا أنه يعني في أسماء الفاسدة، الأسماء التي نهبت أموال البلد، الأسماء التي سرقت مشاريع البلد، الأسماء الهوامير يعني الأسماء اللي تصن وترن، قلنا راح يصدحونهم واحد وراء الثاني. الحقيقة يعني اللي نشوفه من هيئة مكافحة الفساد يا أنها زاحم وزارة على منجز، أحيانا بعض الوزارات تكتشف أن عندها فساد تعلن عنه، تجي الهيئة تحاول أنه إيش تمسك بهذا النجاح وتكون معهم في، يعني يقطون سوا كلهم في انه اكتشفوا شيء، ويكون الموضوع ما هو بذاك الشيء الكبير الذي تضج به مضاجعنا، يعني مضاجع يعني في امور اهم، وفي نفس الوقت يعني يعيشون يدخلون في صراعات واضحه. راح نتكلم بعد شوي من ناحيه قانونيه عن لما تطلع الهيئه بيان ايش المفروض الجانب التنفيذي بعد ذلك، لكن هذا راح نشوفه مع 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 من ناحية قانونية. لكن معك، هل تتوقع انه هيئة مكافحة الفساد يعني راح تستمر بهذا الأداء، وانه مطلوب منا كمواطنين انه ما يكون سقفنا عالي كثير، يعني انه هذا هو هذا اللي راح يصير يعني مستقبلا من خلال يعني معلوماتك، مصادرك، قراءتك، تراكم الخبرات لديك؟ يعني أنا أعتقد في إشكالية قد يبدو لنا أنه في تداخل صلاحيات بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق. المؤكد أنه يعني نعرف أنه الفساد بتعريفه هو الفساد المالي الذي أشرت له، أنه في الحالات اللي شبهة السرقات أو لسوء الأداء في المشاريع المليونية أو المليارية، هي المشاريع التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتؤثر على حياة الناس وتؤثر على رفاهيتهم. هذه القضايا التي كنا نأمل أن هيئة مكافحة الفساد تبدأ بمعالجتها والبحث فيها، لكن أيضا يجب أن نكون منطقيين أن نعرف أن هذه الهيئة هيئة ناشئة، يجب أن تنشئ جهازها، يجب أن تؤسس لثقافة عمل داخل الهيئة لأسلوب كيفية تقصي هذه القضايا. كمؤسف طبعا لنا أن وجدناها تبدأ بقضايا مخالفات إدارية هي من صميم عمل مثلا ديوان المراقبة العامة الذي يتابع المخالفات الإدارية، لكن كنا نأمل أن الهيئة مكافحة الفساد تبدأ بالقضايا الرئيسية الكبرى التي يجب أن تحقق فيها، أن تسعى إلى معرفة سبب تضخم هذه العقود مثلا الكبيرة، ولماذا تضخمت بهذا الحد، وما هو الأسباب وراءها، وبالتالي إذا كان هناك وجود سمعة فساد أن تكون شفافة كما هو مطلوب منها، وتعلن هذه القضايا بعد اكتمال التحقيق فيها وبعد إحالة المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق بصفتها هي الجهة التي تقوم بدور المدعي العام قبل القضاء، الخطوة اللي قبل القضاء. هذه أنا أعتقد المشكلة والثغرة التي لم نتبينها حتى الآن. نعم، طيب راح نتوقف أستاذ سلطان مع فاصل ونعود بعد قليل. يا رب ينعاد عليكم وعلى كل الأمة العربية بأحسن، إنه
الوضع متدهور، إن شاء الله يسود الاستقرار في كل شعبنا العربي. ينعاد عليكم وإن شاء الله سنة الجاية خير وبركة على الجميع. معكم المخرج فادي حداد. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا الشهر الكريم دائما بالأمن والسلام. أهم شيء هو الأمن والسلام، يا رب يحمينا ويحمي الكل. كل سنة طيبين جميعا لعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله الأعياد حياتنا تبقى كلها أعياد يعني. تليفونه. أهلا بكم من جديد، ضيفي الأستاذ سلطان البازعي الكاتب والصحفي والمستشار الإعلامي، وفرض يكون معنا فونو يا شباب. أتمنى جاهز الفونو. طيب أستاذ سلطان، يعني في حديث عن أنه دائما بسط يعني في تبسيط الأمور، مثلا أنت يعني هناك من يتحدث أنه الهيئة لا زالت ناشئة. طيب لماذا يعني ما أجلت البدء في العمل إلى أن تكتمل وتكون يعني قوية وكل يعني مقومات النجاح تكون موجودة؟ أيضا في نفس الوقت هناك تعرف أسطوانة اللي هي فيها تثبيط إذا جاز التعبير، ودي تعلق عليه، اللي هي يا جماعة وين كنا وين صرنا؟ الآن الوضع أفضل، زمان ما كنا نتكلم عن كلمة فساد، اليوم تتكلم عن كلمة فساد بحرية، يعني كأنه هذا. طبعا تعرف النجاحات تقاس بتقدم الأمم يعني بآخر ما وصله صاحب الإنجاز الأول وليس المتأخر. أنا ما أبغى يعني أتكلم كثير، لكن سؤالي هل فعلا في نهاية النفق ضوء؟ يعني هل كل العوامل اللي نشوفها أو كل الأمور المحيطة فينا تخلينا نقول أنه هيئة مكافحة الفساد ستصبح فعلا هيئة مكافحة الفساد، أم أنه الوضع سيبقى كما هو؟ يعني لابد يكون في ضوء في نهاية النفق. أولا لابد أن نعرف أن مسألة الحديث عن الفساد خلينا نسميه حرية الرأي هو مسألة يعني أصبحت حقيقة واقع مع وجود وسائل الإعلام الحديث، وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المجتمع والرأي العام يتحدث بحرية كبيرة جدا عن كثير من القضايا التي كان الإعلام ما يسمى بالإعلام الرسمي أو الإعلام العام يسكت عنها بشكل ما. لذلك أصبحت متاحة ومطروحة وتتداول بين الناس. الخطوة أنه تنشأ مثل هذه الهيئات، هيئة مكافحة الفساد، هيئة حقوق الإنسان، والهيئات الأخرى التي تعنى بالشفافية في أداء المؤسسات الحكومية، هي لا أريد أن أقول أنها ردة فعل، ولكن أرجو أنها تكون مواكبة لهذا التقدم في وعي المجتمع. وبالتالي يجب أن يكون أداء هذه المؤسسات مواكب للطموح منها، لحتى ولي الأمر إذا قرر إنشاء مثل هذه الهيئات يجب أن تكون الهيئات فعلا يعني مواكبة لهذا الوعي، تقدم الوعي وزيادة الوعي في المجتمع، ولا تكون خيبة أمل. أنا أخشى ما أخشى في واقع الأمر أن تنعكس المسألة ويصبح ما أشرت إليه قبل قليل، أن مسألة أداء بيانات هيئة مكافحة الفساد هي مجرد ذر رماد في العيون. هذا انطباع إذا استشرى عند الناس سيكون أثره خطير جدا، لأنه تفقد الثقة بهذه المؤسسات التي القصد منها أن تحقق عملا فعليا على أرض الواقع وأن تثبت قدرتها. أيضا مسألة التنوع، يعني كثير من النشاط هيئة مكافحة الفساد في الآونة الأخيرة كان ينصب على قطاع واحد تقريبا هو قطاع الخدمات الصحية. لم نشاهد أيضا توسع في بقية القطاعات الخدمية والقطاعات التنموية الاقتصادية في الدولة، بحيث أن نعرف أن هناك فعلا
قدرة على النشاط. كون الهيئة بدأت الآن أو لم تبدأ، أنا مع أنها تبدأ، ولكن يجب أن لا تندفع في إيكال الاتهامات قبل أن تكون متأكدة وقادرة على توثيق ما تقوله، بحيث لا تفقد ثقة الناس بما تقوله من بيانات. طيب أستاذ سلطان بسمعي المحامي المستشار قناة الدكتور عمر الخولي. دكتور عمر أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير. مرحبا مستقبل بخير، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. نعم وأنت بخير. دكتور عمر، الآن طلعت مثلا هيئة حقوق الإنسان بيان أنه وزارة سين فاسدة وفيها مشاكل في القطاع يعني في قطاعات معينة. هيئة حقوق الإنسان عفوا ولا؟ لا لا لا، هيئة مكافحة الفساد. نعم نعم، هيئة حقوق الإنسان خلص حنانك خلاص، يعني تكلمنا عنها كثير وما فيه. خلنا في هيئة مكافحة الفساد. نعم. يعني طلعت بيان وقالت في جهة فاسدة وإلى آخره. نعم. بعد ذلك يعني ما هو الإجراء المفروض يتبع؟ المتابعة، لا يكفي الإعلان ولا الإبلاغ ولا الرصد. لا يعني لحظة، لا لحظة. نعم. يعني بس بسط لي إياها شوي. طلعت بيان إنه في وزارة فاسدة في قطاع معين في وزارة ما فاسد، وهم يعني مثبتين ودليل. وهذا هل اولا هل المفروض انه هذا البيان لا يصدر الا بعد التحقق والتدقيق انه متاكدين انه فاسد؟ هذا اولا. الامر الثاني بعد ذلك، هل على طول لازم يكون في شيء تنفيذي يعني اجراء واضح، ام المساله يعني تخضع لانه ترد وزاره في الصحافه ويصبح يعني حكي بس بين وزارتين في الاعلام فقط، لكن على الارض ما في شيء حقيقي؟ في الواقع الشيء الذي وقع تبادل الخطاب بين الجهتين أمر لم يكن يعني ينبغي أن يقع. كان هيئة مكافحة الفساد يعني لو تمنيت لو أنهم بدأوا التحقيق في الموضوع وانتهوا، وإذا وصلوا إلى إدانة فعليا وإلى وجود أي مظهر مظاهر الفساد بعد ذلك يتم الإعلان عنه كنوع من الوقاية. إنما الذي لجأت إليه هيئة مكافحة الفساد هو يبدو لي نوع من التخويف لباقي الجهات، أنه إذا ما تم رصد أي مخالفة من المخالفات أو تجاوز أو شبهة فساد فسوف يتم الإعلان عنه مسبقا، وهذا الحقيقة يجاء في منطقة العدالة. كان ينبغي الإعلان عن وجود أي انحراف أو مظهر فساد بعد ثبوته والبدء في الإجراءات التنفيذية لمكافحته. نعم. أما تبادل المكاتبات هذا يهز أو يمس من هيبة الهيئة. الواقع أن العود على ركزته يا طويل العمر. فإذا من البداية إذا الآن أفسحت المجال هيئة مكافحة الفساد للآخرين لأن يشككوا في تقاريرها ويردوا عليها ويمسوا من شأنها، هذا يعني لعله يجعل هيبة الهيئة أقل مما ينبغي لها. يعني هي ما هي جهة تنفيذية في بنودها في؟ لا، المشكلة ليست جهة تنفيذية، هي بس إقامة إحالة إلى الجهات، وهذا مشكلة. هذا في تنظيم الهيئة خلل، أنها لا تملك مباشرة، طبعا هي ليست لا يمكن أن تملك السلطات داخلها، إنما جهة رصد وتحقق وتحقيق ثم تحيل إلى الجهات المناطبة، وهذا الذي. طيب أحالة مثلا قالت أن وزارة سين فاسدة وحالة تحيل الملف للمباحث الإدارية؟ المباحث الإدارية ليست جهة تحقيق، جهة استجواب. طيب تودي الملف لمين؟ لهيئة الرقابة إذا كانت تتعلق بأعمال الوظيفة العامة وفيها هدف هيئة الرقابة والتحقيق، وإذا كان فيها. طيب إذا راحت لهيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الرقابة تبدأ تنفذ ولا بعد تتحقق من كلام هيئة مكافحة الفساد؟ التحقيق، وإذا ثبت لديها تحيل للجهات القضائية. كل الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة أو الموظف العام يقيم الدعوة العامة في هيئة الرقابة والتحقيق، وذات الصلة بالقانون الجزائي العام هيئة التحقيق والادعاء العام. لكن حقيقة برضو هيئة الرقابة والتحقيق أثبتت التجربة أن إمكانياتها أقل مما ينبغي. الآن طبعا هي بصدد اندماج ما بين اختصاصات التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام. مع ذلك الموقف الذي ينبغي أن تتبناه هيئة مكافحة الفساد الآن موقف ينم عن قوة وعن سطوة، بحيث تكون يعني فعلا مصدر وقائي، مصدر رهبة من كافة الجهات الحكومية والمسؤولين. شكرا شكرا لك دكتور عمر الخولي. أستاذ سلطان البازعي شكرا لك الحقيقة على حضورك في استديوهاتنا في الرياض.
تلبية الدعوة. كل عام وانتم بخير، كل عام والدكتور عمر الخولي بخير. لازم سنظل نتحدث عن هذه الهيئة، لكن والله يعني بما أن في العيد يا أستاذ سلطان يقول لك ليال العيد تعرف من عصاريها، هذا مثال للعيد، يتكلم عن يوم العيد مو بالضرورة عن الهيئة. فأعتقد ما في وقت يعلق أستاذ سلطان، شكرا لك. أنا الحقيقة ألقاكم غدا، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.